اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا ترافولت؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله، كله تمام. كله تمام. طنشني انت وبتطلع مع كابتن ايمن شوقي. مطنشك؟ اه مطنشك. بقالك قد ايه؟ طب وانا مش هطلع مع ايمن شوقي اول اسبوع ده، هطلع. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن، سعداء طبعا اليومين دول ومبسوطين بالسوبر. كلمنا، انا طول الاسبوع بتكلم في هذا الامر، ولكن برضو مهم جدا ان انا اسمع رايك في فوز النادي الاهلي بالسوبر كره القدم والافريقي لكره اليد. ثم مختلف الالعاب كلها، مختلف الالعاب طبعا، ولكن ايضا كابتن خطيب واعلانه افتتاح مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان شاء الله يوم 1/6. حاجة طبعا الخميس 1/6. حاجة جميلة جدا انك انت تبقى عندك في كل منطقة او في كل مكان موجود جوه داخل جمهورية مصر العربية، داخل القاهرة الاول الكبرى يعني. ده زي ما انا شفتك في الانترو بتتكلم لجماهير النادي الاهلي. حقيقي جماهير النادي الاهلي بتتمتع بإدارة جيدة جدا، بإدارة بتبحث عن اسعادها اذا كان في البطولات او في الأندية او في الاماكن او في كل ناقص. طبعا الاستاد الكبير خدت بالك ان شاء الله ده ان شاء الله يعني ربنا يسهل لما يعني نلحقه باذن كله في وقته. ف هي الحكايه كلها في اي حته في اي مؤسسه ناجحه هي الاداره طبعا. يعني الاداره هي اللي بتبحث دايما على سبل النجاح في لجماهيرها، للبطولات، للاجيال اللي بتوصل لاجيال ثانيه. يعني كل حاجه بتلاقي النادي الاهلي ده بنشوفكم انتوا بتتكلموا كمقدمين برامج او اصحاب برامج كويس، وبنشوف بقيه البرامج الثانيه انتوا بتدوروا دايما على نجاح شكله عامل ازاي، او صحيح. كلنا بندور على النجاح شكله عامل ازاي. في ناس ما رايحه منهم بسبب انهم مش مفكرين غير في اللي حواليهم، صحيح يعني مش في ورقتهم هم مثلا. لا يا كابتن صح زي ما حضرتك بتقول. انا قلت هم كويسين على فكره، تصدق يا اسلام انا لسه كنت هقول لك والله لو فكروا يلعبوا. لو ايه؟ لو ايه؟ فكروا يلعبوا بس، هو ده مالهمش دعوه، هو ده وما يتكلوش على يعني حاجه معينه. انا قلت امبارح يعني كلمه مهمه جدا، لو الناس دي ما بتكرهش او بتكره النادي الاهلي قد حبها لان هي تلعب او تعمل انشاءات او كذا او كذا او كذا، كان زمانها بقت حته ثانيه خالص. هم لكن هو كرههم ما بيفكروش غير في كرههم بس للنادي الاهلي، لكن ما بيفكروش في نفسهم. لا، وفي ناس ما لهمش مش مخلينك تفكر. بص العظمه يا كابتن، بص العظمه، بص الكيان والتطوير والحاجات دي كلها عامله ازاي. اصبح كلمه النسر دي كمان علامه تريد مارك بالنسبه لنا. بنبحث دايما على انك بترتقي دايما لاعلى. نقدر نفتخر برموزنا، نفتخر بادارتنا، نفتخر بكل حاجه. هو ده اللي بنتمناه للكل. يعني انت كنت بتكلمني عن السوبر دلوقتي اللي صحيح. هو كان لينا الشرف فيه وخدناه، المحلي كوره وافريقي يد. لا المحلي، خلينا في المحلي، خلينا في الكوره. الكوره كنا بنلعب فرقه انا بعتبرها من احسن الفرق اللي موجوده اوكي في على الساحه في مصر. في مصر واداريا وكل حاجه متوفره لهم كل حاجه، لدرجه ان لما تيجي تقول لي انت هتقابل كنت الزمالك ولا هتقابل البيراميدز، اقول لك لا قابل الزمالك في المرحله دي، قابل مع رهبه كلمه الزمالك، مباريات الزمالك مع احترامي لكل النداء، لكن برضو كان الزمالك النداء عيد تاني وشكل تاني وكاميرا. بس انا كنت بتمناها وما يجي بالنتيجه. بتكلم فنيا يعني؟ انا بتكلم فنيا وبتكلم حدثا، ان هو بالنسبه للجماهير كمان صحيح. لما يبقى اهلي وزمالك وخاصه في الامارات الشقيقه، يعني اللي انا بضمن نجاح المباراه ونجاح السوبر بكل الوجوه يعني. فكنت اتمناها مع نادي الزمالك. انما اما بتلاعب فرقه كبيره زي بيراميدز وبتقدر تلعب وتاخد منها البطوله، وهارد لك ليهم وعدم توفيق يعني طبعا. واحنا الحقيقه الروح اللي هي بتتزايد، وكمل كلامك لكولر اللي انت انا شفتك بالحقيقه بتتكلم عنه كويس جدا. الراجل ده طلع صاحب شخصيه قويه جدا تواكب شخصيه وتيشيرت النادي الاهلي، فعمل حاله لعيبه النادي الاهلي تنافسيه، وحط كل لعيب ان هم كلهم زي بعض. في اي وقت انا هحتاج كهرباء 30 دقيقه او هبتدي بكهرباء 60 دقيقة صحيح، هبتدي بشريف في الترجي وهناك، وهرجع العب بكهرباء هنا ابتدي بيه، او العكس، او يعني على حسب. هلعب بالقندوسي ومش هلعب بالمثلث اللي انا لعبت بيه قدام الرجاء قدام بيراميدز. بقى عنده فلسفة
لا يواكبها الا انه يكسب. في حاله المكسب احنا كلنا بنثني عليه او كلنا بنقول في شخصيه جديده بتفهم اللعيبه، بتوصل اللعيبه كل حاجه، ولكن في شخصيات تانية اللعيبه نفسها مش فاهمه منها حاجه، مش فاهم انا عايز ايه الدور اللي عليا او ايه اللي المطلوب مني. لا احنا بقينا اصبحنا كفرقتنا احنا الحقيقه كلنا واحده واحده، وده اللي احنا واحنا بنحلل بنشوف اللعيبه كلها بقت واحده واحده، محدش فيهم بيبص بصه تانية انا ما بلعبش ليه او في تذمر او في اي حاجه، وكله مقتنع. لان لو كل واحد بدنيا كويس وعايش حياته الحياه الكرويه الطبيعيه الاحترافيه اللي هي موفرها للنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، هيلاقي نفسه بيلعب غصب عن اي حد، هيلعب لانك انت اول ما تبقى في التوب فورم بتاعك بتبقى موجود من غير ما تعمل لنفسك دعايه او اي حاجه او تتكلم على السوشيال ميديا او السوشيال ميديا تتكلم عنك. ده اتلغى عندنا خالص، بقينا الحقيقه غرفه ملابس ما فيهاش، حتى واحنا عندنا لاعب معرض للايقافات يا اسلام ما بقاش عندنا مشاكل برضه اللي بعده. يعني ما عندناش اي حاجه صحيح تخلي انك انت في مسيره زي ما انت قلت اتفضلت، احنا صفينا مع الهلال ها يعني كنا متاخرين بشكل غير عادي، ما كانش حد فينا خلاص كلنا مع زمام الامور مش في ايدينا. صحيح الحقيقه انت كل ما عليك انك انت تلعب هنا وتتفضل انك انت تلعب تكسب 1-2-3 زي ما انت عايز. صحيح. غير كده وتوفرت الحاجات، اكيد اكيد انت عندك حاجه كويسه، اكيد انت شغال كويس، لان ما كانتش الحكايه دي هتروح لك ويبقى بهذا الشكل. هنا بيقول لك ان الاهلي دول محظوظ، هي ما فيش حاجه اسمها محظوظ، لكن هي موفقين. لا انا يا عم معاهم ماشي موفقين، بس احنا كويسين محظوظين مش محظوظين. احنا سلام احنا سلام لغه عربيه من جوه، احنا من جوه سلام. احنا بالظبط كده، احنا ما عندناش، ولو عدم توفيق بنبتدي الصفحه اللي بعدها. صحيح. انت اتغلبت من صن داونز 5، اي فرقه تاخد الخمسه دول ما تشوفهاش تاني لمده شهرين ثلاثه. صحيح. عشان تلم نفسها وتدور ايه اللي حصل. لا شهرين ثلاثه ده قليل كمان. قليل. انما انت تاني يوم كنت بتكسب بره اربعه باين او حاجه زي كده القطن. القطن وبتلعب بتلعب باسمك وبتلعب. لا وخدت بطولتين بقى او بطوله بعد كده. وخدت بطوله وخدت بطوله تانية عم اعتقد ولا لا وصولك لدور الثمانيه او الدور قبل النهائي برضو في ظل الاجواء اللي كانت بتحصل وان انت ما كنتش المرشح الاول ساعتها يعني. وبتعدي الدور اللي هو مع الرجاء الفرقه مش سهله يعني. طبعا. فرقه قويه جدا وكبيره جدا يعني. وامام جماهير رائعه في المغرب. تلاعب البيراميدز، هو ده اللي نيجي نوصل له بقى لغايه رادس يعني. الحاجات دي كلها ايجابيات جامده جدا بالنسبه لك انك انت قابلت فرق بمختلف. صحيح. وتنوع الاداء بتاعهم وعندهم من القوه ان هم يغيروا لك التاكتكس بتاعتك، يغيروا لك التشكيل اللي انت بتلعب بيه، بقيت بتبني تشكيل جديد دايما في كل فرقه بتلعبها. صحيح. المره دي انا بلعب بثلاثه في نص الملعب اللي هو الستاره بتاعتنا، كان ديانج ومروان وحمدي، او لو في السوليه كمان بيبقى موجود اعتقد انه مصاب. فبقى عندك من مسافر بعد الفرقه بس هيلعب ولا مش هيلعب ما حدش عارف لسه. ما هو ما تعرفش، ما انت مع كولر ما تعرفلوش هلعب بسيستم ايه. صحيح. هضغط على ترجي هناك وهستغل الظروف اللي هو فيها. وفي حته عايز اكلمك فيها مش عايز اطول، الجماهير اللي هم بيقولوا ان هي مش هتبقى موجوده دي فيها ايجابيات وفيها سلبيات. ما هو الجماهير دي ساعات بتوتر الفرقه اللي بتاعته اللي هي بتلعب بيها، ما بيعدي عليه الوقت وما بيجيبش جول او اي حاجه، بيبقى في ضغط نفسي عليه. الكره ما بتبقاش، والاهلي اكيد هيلعب هناك بدور الهدوء او بدور الاصطياد او بدور الكاونتر اتاك اللي هو السريع بالنسبه له اللي هو قدر يهز هناك، والهدف بتاعه ان هو يجيب هدف. الاهلي مش مطلوب منه غير انه يجيب هدف. فدي ممكن حكايه عدم الجماهير دي اسلام هناك انا بشوفها، عدم وجود الجماهير يعني. انا بشوفها راحه بالنسبه لفرقه ترجي في الحاله اللي هم فيها دول. انا ما اعرفش رايك ايه يعني، انا شايفها بالنسبه لهم هم مريحه جدا الفتره دي في ظل ان هو عندهم يعني عندهم تأخر ونتائج مش لطيفه وبتاع، فودنهم هتبقى مستريحه شويه من السريخ ومن هيلعبوا كوره اكتر، او يمكن يكونوا اللعيبه بينها وبين بعض عندها روح اكتر انها تقدر تأدي حاجه ترجع جماهيرهم تاني ان هم يبقوا يعني يسعدوا جماهيرهم يعني. فدي انا بشوفها الناس مش فاكره ودخل فيهم. لو عندنا الجون يا سمير لو نقدر نجيبه، معرفش اور رايتس يعني حقوقنا ولا لا، عرضيات و... عرضياتهم يبقى لو سمحت في فرق بتلعب عليهم عرضيات والراجل شفته اعتقد بيطير بيحط كره بدماغه حلو قوي اصله عجبني انا عجبني انا شايفه في التقرير عجبني قوي انا كنت زمان بحب اطير كده برضو احط الكور دي فحاجه جميله جدا واضح لنا ان هم اي عرضيات بالنسبه لهم حتى هم عندهم تكتل
تكثيف من الدفاع عندهم في ما بيشوفوش يعني. عارفش ده مباراة ايه دي؟ دي الاهلي وبيراميدز. لا احنا عايزين مباراة يا سمير الافريقي والترجي. طب خلينا نستغل دي، ده تاكتكس جديد برضو لو بنتكلم على مش عايزين برضو الشكل الفني واضح يعني. يعني برضو في حاجات جديدة احنا بنشوفها، حلوة بتتعمل. احنا كنا دايما نقول ايه، مفيش جديد، مفيش تنوع. أيوة. على طول عايزين نلعب من العمق. لا النهارده بقينا بنلعب من على الاطراف، بنلعب من على اليمين وبنلعب على الشمال مع علي معلول. كولر بصراحه كمان خلى علي معلول في حته تانية يا اسلام. بصراحه يعني هو مش علي بس، هو احنا مش هنقدر نجيبه عشان الرايتس، فمعلش يعني نجيبه. انا بشوف علي ايام مدرب اللي قبله ما كانش بهذا، ده كان هيبطله سيماني. وسيماني كان هيبطل علي. انا بقول لك بجد يعني. كان ضاغط عليه في حته معينه وما اعرفش ايه، وعلى طول وممكن يشده من الملعب وممكن عامل له حاله نفسيه. تقدير او انك انت مفهوم تفهم لعيب وتعرف امكانياته ايه وتلعب على هذا الشكل، هو ده الكوتش يعني. هو ده اللي يقدر يخليك تبقى شايف امكانيات كل اللعيبه. يعني كلنا دلوقتي قاعدين نقول هيلعب بكهرباء ولا محمد شريف في الماتش ده. اللعيبه بتاعت الكوره اللي هي اللي فاهمه قوي يقول لك انا عايز سرعات قدام دلوقتي في الماتش ده، فهلاعب محمد شريف. وخلي كهربا في وجوده ال 20 30 دقيقه اللي هي حصلت في ماتش بيراميدز. فانا في ناس ثانيه تقول لك طب ما انا ابدا اخد، طب ما انا اخد ال 30 دقيقه اللي هو العكس. العكس اللي هو انا اقول الحاجات دي اكسب واضمن وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. بالظبط. ده بيرجع بقى لشخصيه المدرب وشايف فرقه الترجي ازاي، وهو اللي حاسس بالدنيا والتامين بتاعه عامل ازاي. أوكي. ان هو ما يصابش. وانا اوحش نتيجه بالنسبه لي انا 0-0. انا 0-0 دي بالنسبه لي ما بتيجي هنا ماتش بيبقى عارف كده مايع كده، بتيجي انت هنا كمان تيجي هنا خايف تتلط جول يوديك لثلاثه، يوديك في حته تانية، يوديك لفرق ثلاثه. صحيح. بتلعب فرق اثنين يعني 3-1. 3-1. فانت اهم حاجه عندك باذن الله يعني. انا بتخطى معلش الاسئله بس انت فتحت لي الترجي. انا اهم حاجه عندي في الترجي ان انا اجيب هدف. انا بضمن لك ان شاء الله توصل للفاينل بهدف هناك. انت بتلعب على هدف هناك. الهدف ده بمثابه ان انت تعبر للفاينل. طريقه لعب بقى الترجي والاهلي في هذه المباراه، ولكن خلينا نطلع نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن، عشان انا اجيب جون هناك زي ما حضرتك بتقول كنادي اهلي، هعمل ايه؟ والترجي هيقابل كده، هيقابل الاهلي ازاي؟ بص، انت ملعب رادس ده بالنسبه لنا مريح، واحنا بنحب ملعب رادس ده، وخبرات لعيبه النادي الاهلي في هذا الملعب بالذات يعني كبيره قوي، وارضيه الملعب بتسمح لك انك انت تلعب الكره بتاعتك. ملعب رائع الحقيقه. الشكل البنى بتاع الهجمه بتاعتك، او انك انت بتطلع دايما من اول الشناوي لاطرافك او للعمق، انت بتسلم الاول وبعدين بتروح للعمق وبعدين تحاول تلعب على الاطراف. انت ما عندكش اي حاجه تانية بتعملها مع الترجي غير انك بتضرب له الطرف اليمين، وتقدر تعمل عرضيات من الناحيه الثانيه، والمقابله بقى الزياده العدديه اللي بتبقى جوه ال 18 هو ده الحل الوحيد انك انت تجيب هدف في رادس او في الترجي. والترجي اعتقد المره دي كل سنه بيلعب معاك جيم مفتوح يعني. انت هل هتقدر توصل لغايه ال 18 بتاعي؟ انا كل همي ان انا اللي اروح اجيب جول فيك، مش انت اللي مش انا هتفرج انت هتجيب فيا جول ولا لا. لا انا اهم حاجه عندي ان انا الاول لازم انا اجيب له جول. الترجي المره دي عامل حساب ان الاهلي بيعرف، الاهلي بيقدر يعمل كونتر اتاك سريع جدا. خاصه ان عندك حسين الشحات، محمد هاني في شكل ممتاز الحقيقه، بيقدر يعمل لك الزياده العدديه. بيرستاوف برضه في حالته خطر جدا، وبيخش جوه يقدر يصوب بشماله. فعندك ادام عندك عوامل فرديه وعندك عوامل بدنيه تقدر تزور منطقه الترجي، ما فيش مشكله خالص يا اسلام ان احنا لا احنا نجيب جول في اي وقت. عندك كمان احمد عبد القادر حقيقه ساعات بيتالق في المباريات اللي زي دي، ما بيبقاش عليه تكثيف جماهيري او اي حاجه، بيلعب بره ارضه، وخاصه المباراه دي ما فيهاش جماهير. فاعتقد بيبقى عنده حته كده ممكن تنفع، حالة فردية يقدر يخش بيها زي ما عمل في فلامينجو وجاب جول كويس قوي.
عندك كذا لعيب عنده حاله معينه، لو عمل واحده بس في الجيم يقدر الاهلي يكسب واحد واثنين وثلاثه يعني. لو توفقت هناك في كل اللعيبه، حسين الشحات او بيرستاو او عبد القادر او محمد شريف، انت تقدر تطلع بنتيجه كبيره. بس الكلام ده بيتحقق امتى؟ لما انت تبقى حالتك كلها على بعض كده، بالخطوط بتاعتك كلها كومباكت مع بعض، انت الكره الثانيه بتاعتك الميز باص قليل، انت اللي عامل الاستحواذ، انت تنسى خالص انك انت موجود في تونس وبتلعب في مصر، وبيبقى صعب. صحيح، ده هيبقى صعب اللي انا بقول عليه انك انت تحققه. ليه؟ لان وجودك في مكان غير المكان بتاعك برضو بيبقى له اسلوب لعب تاني، بيبقى له بطء شويه في تنفيذ الهجمه، مش مفيش حاجه على التفكير نفسه بيختلف برضه كده. يعني بتبقى عايز تحافظ على الكوره اكتر وقت، عايز اعمل هجمه مضمونه، عايز اروح والكوره ما تعملش كونت، مش عايز اعمل مشاكل لنفسي. فتلاقي خطوطنا دايما مش بسميها افريد يعني بتخاف، لا مش عايزه تغلط، عايز تلعب الامان على طول، الحرص اكتر. الحرص اكتر، اوكي. يعني الاداء في الحرص اكتر بيبقى موجود في المباريات اللي هي بره دي، اوكي. ولكن سرقه شوطه عرضيه هدف، ده الحق اللي لازم المشروع اللي انت تفكر فيه وتقدر تعود بيه من طيب. تونس. انا عندي مشكله برضو بقولها كل يوم، او هذا السؤال انا بساله كل يوم، بس اساله النجم كبير زيك يا كابتن برضو. انا بشوف ان هناك حاله من الاطمئنان موجوده بسبب مستوى الترجي، او زي ما بيقال ان مستوى الترجي مش كويس، وانا انا شايف انه غير كده الحقيقه يعني. برافو عليك. انا الحاله دي مسببه لي انا كاسلام ان انا لا يا جماعه، ماتش صعب جدا جدا جدا، والترجي كابتن نبيل معلول لو انا المدير الفني للترجي هقول لهم كلمه واحده بس، هقول لهم اكسبوا الاهلي هنا وكل مشاكلكم هتتحل. مظبوط. انا مش عايز ارجع كمان لماتشين بتوع سان داونز هناك والهلال، اتقابلت مشاكل كتير قوي. انا كنت راجع بزهو من بطوله الانديه، الكاس العالم للانديه، لعبت ريال مدريد بمستوى عالي جدا، لعبت فلامينجو بمستوى عالي، عدم توفيقك انك تاخد ميداليه، انما كنت كسبان ماتشين مش عارف، عندك حاله من الانا كانت موجوده في مباراه الهلال، خسرت. صحيح، لو لعبت على دي هتخسر، وتخسر كتير ممكن، انت مش هتعرف تلم نفسك بعد اول جول، بتعملك مشكله، انت ما بتعملش مشكله لنفسك. انا لو رايح عندي ثقه شويه وهدوء، دي اللي مطلوبه. انما ثقه ان الفرقه الثانيه مش كويسه، لا الفرقه الثانيه مش، انت تعمل زي الفرقه اللي كسبتهم تخطفهم. الفرقه اللي كسبتهم لعبت ازاي؟ هجمت وراحت بخطوطها ولعبت عرضيات والراجل دخل منطقه الجزاء وجاب، اعمل زيه. وانت تملك ولا ما تملكش؟ لا تملك. انت عندك خبرات في الحتت دي ولا لا؟ انت عندك خبرات في نص ملعب، النهارده عندك مروان عطيه وحمدي فتحي الحقيقه بيوفروا لك، وديانج حاله تخلي الديفنس بتاعك بتحميه. نعم. يعني نص الملعب بتاعك ده بيحمي الديفندر بتاعك، وبيدي حريات كمان للاطراف بتاعتك انها تطلع. صحيح. ف مفيش الكلام اللي هو انا بتاعتي العاليه دي بادائي بقى. انا لو انا البرازيل بقى، انا شايف نفسي البرازيل اكسب اي حد في اي حته، يبقى بادائي. يبقى بالحاله البدنيه بتاعتي. يبقى بثقتي في نفسي. يبقى محدش هيعدي مني، يبقى مش هسيب المارك بتاعي، يبقى حاجات كتير قوي اللعيبه فاهماها، ولو بيتفرجوا علينا دلوقتي هم فاهمين احنا بنقول ايه كويس اللعيبه. في فرق شعرايه صغيره كده بين الثقه والانا والحاله اللي موجود عليها الفريق الاخر. ايوه. وانا فين من الحكايه دي كلها؟ انا بادائي الحقيقه، احترامي للخصم، ده احترام الخصم ده اساسا نمره واحد عشان اكسبه. تمام. لازم احترم كوت بيراميدز ده احترام كامل، ما هو بيراميدز ما راحش على الجول عندنا ثلاث اربع مرات هيجيب ثلاثة. لا تراح. طب ما راح. الترجي على ارضه، ده انت لما تروح تلاعب سرسر ليان على ارضه بتقابل مشاكل. بالك بقى تلاعب الترجي في الترجي. فبيبقى في مفهوم وتكتكس ثانية للاعب نفسه، إدارة اللاعب نفسه لنفسه. أنا أوظف قوتي كلها النهاردة بجانب الفرقة دي كلها، الحتة بتاعتي اللي أنا عارفها. فيش أقل، لا في زيادة. واللي هي بتتسوق كلها كده على بعض، إنك لو بصيت صح واستلمت صح في الماتش ده، انت هتبقى ليك الرياده في الملعب. هل حضرتك شايف ان عمق الترجي هو الاهم ولا الاطراف يعني اقدر اكسب الترجي منين؟ من الاطراف. اطراف عندهم بيطلعوا وبيبقى في فراغات ناحيتهم من ورا كتير قوي. هل بيرستاو لو هيبتدي مثلا، انا ما اعرفش مين اللي هيبتدي، لو كان بيرستاو
هيبقى عنده، هو بيستلم دايما بيعمل سرعات كبيره جدا وعنده الثقه. اوكي. بيقدر يعملها الحكايه دي. اعتقد ان هي المكان ده هو وعلي معلول بالعرضيات دي، هو ده المكان اللي انت تقدر يعني تخطف بيه مباراه زي مباراه الترجي. ولازم تفكر دايما ان عندك شادو فيرويد بيروح ما حدش بيشوفه اللي اسمه حمدي فتحي. هل عنده الامكانيه في المباراه وعلى حسب احداث المباراه اسلام انه انا الاقيه في ال 18 وبيحاول؟ وفي حالات في اخر المباراه اخر 20 دقيقه دي هي دي المباراه بالنسبه لي ثانيه، اخر 20 دقيقه في المباراه هناك. اداره اخر 20 دقيقه في المباراه دي على حسب نتيجتها. هو ده مكان، ده بقى شغل كولر. انا كسبان ولا متعادل ولا متاخر؟ هي اداره ال 20 دقيقه الاخرانيه. احنا بنشوفه دايما تغييراته بتبقى يعني في الوقت ده، وهجوميه. قليل قوي لما شفته بيغير باكات او في نص الملعب. اضطراريه بتبقى. لا بتبقى كلها هجوميه. حتى لما كنا في غير كله هجومي مع الرجاء. ما انا بقول لحضرتك الرجاء راح غير الجزء الامامي كله، كان ممكن يكسب. نزل عبد القادر ونزل طاهر. يعني عمل حاجات، عمل حائط صد دفاعي من الاول من بدري من هناك. ودي كان تفكير جيد جدا ان هو لازم يكون واقف بيقرا من على الخطوط الفرقه اللي بيلعبها بتعمل ايه بالظبط. ايوه. وقوتها فين؟ انك تقول لي انا هروح اكسب هناك الترجي، اتمنى ولكن بشروط. يعني ايه رايك في مستوى التحكيم الافريقي؟ مش هروح للمصري لان المصري انت اتاثرت اصلا حكايه اسمها الفار من اول لا الفار يا كابتن بصراحه يعني انا عندي مشكله كبيره جدا بعد كل هذه المصاريف. لا دلوقتي الفار في الاتحاد الافريقي هتلعب المباراه دي بفار ماشي، لكن انا بتكلم بقى على دور ال 32 ودور المجموعات. لما الهلال بيلعب سان داونز على مين فيهم اللي يكسب عشان يصعد مع النادي الاهلي ومفيش فار؟ تخيل لما الاهلي بيلعب الهلال ومفيش فار. فانا مشكله جامده جدا يعني. نعم. وبعدين هي ما يعني بيحولوها لها مشكله ماديه ولا ايه؟ انا مش عارف يعني. كله بيحولها الماديات. ماديات. ماديات. لان انا سالت كتير ناس في الاتحاد الافريقي قالوا لي هي تكلفتها، لانه انت خلي بالك هو مش ماتش. تكلفه ايه يا اسلام؟ هم بيقولوا لي كده والله. انت عارف البث بتاع افريقيا دي بيتباع بكام؟ لا ما اعرفش. خلاص نكلم بين سبورت بقى نعرف بكام. كتير قوي. ده بكتير قوي يعني. يعني الفار ده يعني ده ممكن بين سبورت يجيبوا لهم الفار في كل مباراه عادي جدا. هديه مفيش مشكله يعني. لا هو وكل سنه بيقولوا احنا كل سنه بيقولوا يعني انت تخيل انت كابتن برضو معلش، ما هو دوري المجموعات في افريقيا ده دوري ابطال افريقيا، دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا حاجه يعني. لا وبتشوف كوارث. انا شفت ضربات يعني جزاء وشفت حاجات واوف سايد ومش عارف ايه وحاجات بتعدي ده ولا لاين مان بيشترك ولا حكم بيشترك. الحكم السلبي بتاع تونس اللي حكم مباراه الهلال وسان داونز يعني فاكر الماتش؟ ما في اخر يعني كانت حاجه صعبه جدا يعني. وده للهلال يعني القدر برضو. ما شايف التحكيم الافريقي ازاي يا كابتن شريف؟ انا شايف فيه وجوه جديده بالظبط هما بيدفعوا بيني وبينك يعني. والوجوه دي عايز تثبت مكانتها مع الاولد جنريشن اللي هو موجود يعني. فاتمنى ان الناس دي يبقى اللي طالعه دي يبقى طالعه بمفهوم الفير بلاي يعني. ما عندهمش اي دواخل تانية او اي تاثير تاني في اي حاجه، مالهمش دعوه مين بيلعب مين بتاع، مالهمش دعوه بالتاريخ كمان. انت خد بالك النادي الاهلي عامل لهم حاله برضو انه في كل سنه موجود في بؤره الضوء او موجود صحيح. في الفاينل او مع انه بيسري البطوله وبيخلي البطوله ليها طعم وبيخلي اي حته بيلعب فيها في اي حته النادي الاهلي اسمه بيجيب الدنيا كلها تتفرج والدنيا كلها تقول الاهلي مثلا وفي شيء. وسان داونز السنه دي عامل حاله جامده جدا وكبيره جدا. الوداد لما بيبقى موجود، المغرب وتونس النهارده الترجي. الاربعه دول بيبقوا هم دول الحقيقه كل سنه بتلاقي على الاقل اثنين او ثلاثه منهم موجودين في المربع الذهبي. كوارث بقى بتحصل. كايزر شيف ازاي يوصل للفاينل دي؟ دي حاجات مش بتاعتنا، دي حاجات ربانية. هنلعب فين الفاينل والتاسيس فين ومش حاجات دي خلاص اتلاشت
بنلحقها قبل ال... الافضل بالنسبه لك ان الحمد لله ان الفاينل رجع ذهاب وعوده احسن من مباراه واحده، وجهه نظرك يعني فير بلاي انك تلعب بره وتلعب جوه. بقت في رجلك انت بقى دلوقتي الموضوع، رجع لك انت. هتلعب هناك الاول او في ايدك انت انك انت تحقق اللي انت نفسك فيه. اخر مباراه لكره القدم يعني، والمباراه عندك انت هنا خلاص. ولكن الفرق اعتقد قربت المستويات كتير قوي من بعض، خاصه شمال افريقيا ومصر مثلا او الاهلي. مصر تعتبر من شمال افريقيا يعني. احنا وهم الكره بتاعتنا واحده. قربت قوي من بعض الحقيقه. يعني انا شفت مانشستر سيتي وريال مدريد مش عارفين مين فيهم اللي هيكسب. فاعتقد احنا وصلنا برضو للمرحله انك انت لازم تأدي جيد جدا عشان انت اللي يبقى لك حل الامتياز، انك بتقابل لعيبه كويسه قوي، بتقابل تاكتكس، بتقابل مدربين، بتقابل جماهير كلها كمان بتبحث عنها، بتحاول توصل لك في المكانه اللي انت فيها. المباراه الثانيه سان داونز والوداد، اتفرجت على الفرقتين طبعا. برايك ايه في الفرقتين سان داونز والوداد؟ هو سان داونز السنه دي المدرب اللي معاهم اسلام قاعد ابحث ايه النجاح اللي هم فيه ده، مع عمق دفاعي ودفاع مش بالقوه اللي هي موجوده في الفرق الثانيه. يعني بيلعبوا بثقه زايده قوي، هم اقل حاجه فيهم دفاعهم. عندهم غرور جامد جدا في بيحاولوا يدوا نفسهم ثقه، وبناء الهجمه من ورا زايد قوي. يعني لو انت عامل حاله ضغط عليهم هتسبب لهم مشكله. اللي عمل فيهم كده الهلال، عارف كده؟ الهلال هو اللي عمل فيهم المشكله دي، وبقى بيخش عليهم وبيلعب معاهم اجريسيف وداش، عطلهم شويه. ولكن هم بيعملوا حاجه السنه دي، ده حاجه فنيه شويه. انا بقى اتفرج كده، الراجل الباك ليفت بتاعهم لو كرة ناحيه اليمين كده ببص الاقيه بقى في نص الملعب. اوكي. فبيسهل على الراجل ازاي يبني عليه وهو جاي حر. ومن التاني ده بيخش بيعملوا تحركات لبعض هرميه كده ومثلثات في الملعب كتيره جدا. كتيره. ويملكوا بقى في الفراوده هناك شلاولي ده، والراجل من ال 31 كمان بتاعهم اسمه مارلو مش عارف حاجه زي كده. دول لعيبه كوره، لعيبه كوره مصنفين. ده ايه؟ انا مسميهم برازيل افريقيا. اوكي. اتكلم جد يعني. انا بتفرج عليهم دول لو بيلعبوا على ارضيه ملعب بتاعت اوروبا او اي حاجه، دي فرقه فعلا مش تعمل لها حساب. فرقه في اي وقت تقدر توصل للناحيه الثانيه او منطقه جزاء اي خصم بسهوله لتحركاتهم وسرعتهم. وعندهم ثقه كبيره جدا جوه ال 18. التعامل جوه ال 18 عنده من الهدوء، شامل ان هو مش متسرع ان هو يخلص الهجمه. لا لا لا، عنده هدوء كذا انه يجي ويروح مصلح للي جاي، واللي جاي شايف. عندهم حب للشكل البرازيلي، بيحاولوا يقلدوا، وعندهم امكانيات ان هم يقدروا يعملوا كده. الوداد. الوداد السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. اوكي. السنه دي اقل ولا اقل؟ اقل. اقل. اوكي. متاخرين في ساعات في فرق بعد ما بتاخد بطولات او بتاع. لو ان المغرب كلها الحقيقه في الفتره دي النظام والاداره اللي انا كنت بكلمك عنها شغالين ما شاء الله يعني. ولكن الوداد السنه دي حاسس ان هو ايه، مكتفي بالبطوله اللي حققها أو السنه اللي فاتت. فمش فارقه معاه. في السنه دي يقول لك ايه، جت ما جاتش انا عندي ارضيه عملتها مع جماهيري وحاجات كده. وفي نفس الوقت مقابل شخصيه ثانيه بقى السنه دي. يعني شخصيه سان داونز غير زي كل سنه، كان دايما يوصل دور الثمانيه سان داونز ويطلع. وعنده بسميه بقى عدم توفيق ولا عدم اداره ولا مشاكل عنده في النادي كانت هناك مع اللعيبه او لكن المره دي سكواد جامد جدا. على الوداد هيبقى صعب التعامل معاه. فهل شمال افريقيا يعرف يروض جنوب افريقيا في المرحله دي؟ جايز. مين اللي يكسب او مين الاقرب فيهم؟ الاقرب للبطوله كلها كل الناس قالت سان داونز. انا بقول لك بجد يعني، بقول لك بصراحه يعني. سان داونز المره دي شكله مخيف. ولكن الشكل اللي كان بيني وبينه انا هنا في ملعبي، انا اللي اضعت الفوز. طبعا احنا اللي اضعنا الفوز بالتفكير يعني. حقيقي. وهي كلمه واحده، انت قفل نص ملعبك كنا فاكر قفل نص. الله يرحمه كابتن لطيف. خد بالك من الراجل ده.
يعني سان داونز الاقرب للوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله من الناحيه يعني من الناحيه الفنيه الحقيقه من الناحيه يعني. الفنيه يعني. طيب اخيرا يا كابتن لو عندك رساله توجهها لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي وجهاز الفني للنادي يومكم بقى يوم الترجي هنا في مصر بتشجيعكم لاولادكم ولعبتكم وبنشكر الناس كمان اللي هتسمح الامن والحاجات دي اللي هتسمح لجماهيرنا المتعطشه دايما ان هي يكونوا موجودين في الملعب الضغط على لعيبه النادي الاهلي يا جماهير الاهلي كبير جدا يعني حقيقة. الحقيقه انا وانا لعيب كوره وكان بنزل العب ماتش زي ده بلعب عشانكم يعني صحيح مش بلعب عشان حد تاني بلعب عشان امشي في الشارع اقول ان انا كسبت والحمد لله وحطيت مكانه الاهلي في مكانها الطبيعي ف تشجيع مستمر في المباراه مهما كانت نتيجه اللقاء اللي هو باذن يوم الجمعه يكون في صالح النادي الاهلي انا عارف ان عندكم ثقه في لعيبتكم كبيره جدا ولكن لعيبه النادي الاهلي بتحب دايما اهلي يا اهلي 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 في ودنه وهو بيلعب على طول وهو بيلعب طول ما انا سامع تدعيم ليا على المباراه الثانيه بحس ان وجودك هو وجودك اللي وصلني حقيقة. صحيح الحقيقه دي بطوله الجماهير لو خدناها باذن الله اسلام دائما كل البطولات تظل دائما للجمهور انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على تواجدك انك سمحت لي شكرا جزيلا ودايما بنستمتع بوجودك معانا اشكرك شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير